تأثير العيون المشترك طبعا إلى حد ما عندي شعور أنا، لأنه إحنا بنحكي عن ملخصات، رح تكون إحنا يعني إلى حد ما ماشيين في المادة، بس إحنا بحاجة ترتيب أفكار دائما. ممكن نأخذ مفهوم العيون المشترك من خلال مثال تطبيقي، يعني بعيدا عن إنه أدخل في حيثيات التعريفات والحكي الممل. نأخذ السؤال صفحة 43 ونحكي إنه ينقسم إلى قسمين. قسم بتعامل مع البي اتش بالحالة الطبيعية اللي إحنا بنعرفها، أعطاني الهيدرازين وقال لي تركيزه كذا، الكي بي أبصر قديش، احسب البي اتش. برجع مباشرة أنا بحكي بدي أعرف قديش البي اتش لهذا المحلول. الهيدرازين زي ما حكينا N2H4 زائد المي، كونه قاعد الهيدرازين طبعا بدلالة الكي بي، لو ما بعرفش بده يكون قاعدة، لذلك المي راح تعطيه هيدروجينة، راح تصير N2H5 بلس المتبقي من المي OH، لأنه هذا اللي أعطى OH minus. عندي حسب القاعدة تبعتنا في البداية بيكون هذا كامل التركيز 2 بالعشرة، هذول صفر، بعد فترة معينة هذا بتصير سين وهذا بتصير سين، وهاي راح تصير 2 بالعشرة ناقص سين. نبلش مباشرة في الكلام، بده يطلع عندي الكي بي اللي هو 1/10 - 6 بدها تساوي سين تربيع على 2 بالعشرة. سين تربيع على 2 بالعشرة يعني وكأنه احنا بدنا نضرب 2 بالعشرة بهاي مباشرة، وبدنا نشوف قديش سين راح تساوي. راح تساوي، وقلنا حاول دائما في حالة تربيع انك تبقي على أس زوجي، فلذلك لو حكينا هاي 6 2 ضرب 3 6، 2 ضرب 1 2، وعندي عمليا فاصلتين عشريات، 10 - 6 كلاهما تحت الجذر، سين تساوي 509/1000 10 - 3. بإمكانك من خلال إنك تحرك الفاصلة بطريقة أو بأخرى، هيك بتصير هاي 10^-4. هاي سين اللي هي تساوي N2H5 موجب، وتساوي برضو كمان تركيز ال OH اللي احنا بدنا اياها هون. هسا تركيز ال OH بدي اروح اطلع لها ال pH، ما بقدر، بروح على KW. كنا بنحكي ال KW اللي هي تساوي، اذا بنتذكر، 1/10^-14 تساوي ال OH اللي طلع معنا 5.9% / 10^-4 في تركيز ال H3O+. هسا كلا الطرفين بنقسمهم على هاي، بيطلع عندي ال H3O+ كتركيز بيساوي طبعا 1/10^-14 على 5.9/10^-4 تساوي الأعداد مع الأعداد زي ما حكينا، والأسس مع الأسس، بدها تساوي 1.96/10^-10. بإمكانك تحرك فاصلة، بمعنى 1.96/10^-11. هسا هاي بدك تدخلها باللوغاريتم، زي ما حكينا الـ pH بدها تساوي ناقص اللوغاريتم أقواس 1.96/10^-11. هاي الضرب بده يصير ينعكس إلى جمع وتوزع اللوغاريتمات، بيطلع ناقص لوغاريتم الواحد، طبعا بالعودة إلى الآلة الحاسبة، طبعا هي يعني مسألة رياضية بحتة، راح تطلع معنا اللي هي 2.92/1000 لوغاريتم الأول. طبعا هاي راح تصفي يعني معامل، مش راح تضل أس، بنفس الطريقة اللي كنا بنعمل فيها راح تصفي ناقص 11. هسا خارج برا في عندي ناقص، عملية حسابية بسيطة، راح تطلع معي 10 تقريبا و7 موجب. هل هذا الكلام صحيح؟ احنا بنحكي عن الهيدرازين موجب 10.7. طبعا احنا عندي قاعدية لازم تكون الـ pH مرتفعة، هذا في حال احنا بنحكي عن الهيدرازين لحاله، هذا الهيدرازين لحاله. مين بقول لك هذا المحلول اللي هو الهيدرازين، هاي في عندي دورق، هذا الدورق لتر في 2 مول هيدرازين، جينا أضفنا عليه هذا الملح. يعني في عندي كاسة في إيدي، أنا في عندي كاسة صغيرة
في إيدي مثلا فيها ملح، هذا الملح اللي هو N2H5Cl، تركيزه هذا هو التركيز. بقول لك في حال إنه جينا وأضفنا هذا الملح، هذا الملح أضفناه هون، إيش بيكون تأثيره؟ إيش رح يختلف عندي pH؟ هل هناك أي تأثير؟ هذا سؤال. هذا يقع في تأثير الأيون المشترك، بمعنى هذا المحلول لحاله اللي هون، لو جيت قلت أنا المحلول هذا اللي هو يتكون من N2H5Cl، طبعا هذا يذاب في مي، يذاب في مي يتفكك. ليش يتفكك؟ لأنه هذا ملح، ملح يتكون من قلنا حمض وقاعدة، أصله يعود إلى حمض وقاعدة، هذا يعود إلى الهيدرازين أصله أقرب إشي له، وقلنا وين ما شفنا Cl هو HCl، إذن هو قاعدة ضعيفة مع حمض قوي، هذا محلول. هذا المحلول مباشرة يتفكك، بده يعطيني N2H5+ زائد Cl-. قديش التركيز هذا؟ 3 بالعشرة، وتماما زي كأنه مسكت الورقة ومزعتها. إذا بنتذكر مسكت الورقة ومزعتها معناها 1:1:1 تفكك كلي. قد ما في عندي هون أنا هذا قد ما عندي كان موجود 3 بالعشرة، راح يكون هذا 3 بالعشرة، لأنه 1:1:1 وهذا 3 بالعشرة. حاليا أنا دخلت هذا المحلول قلنا بمكوناته على المحلول الأصلي بمكوناته. هل راح تختلف عندي المعادلات هون؟ عمليا راح تختلف. كيف راح تختلف؟ لاحظ معي انه انا كان عندي مقدار ضئيل جدا من الـ N2H5+، مقدار ضئيل خجلان حتى سميتها سين، بس حاليا هاي السين ضفت لها مقدار معلوم اللي هي 3 بالعشرة. حاليا بما انه انا قلت، اذا بتتذكر لما قلت لكم هاي ناقص 1، لما قلنا عن التراكيز وقلنا انه زي كأنه هون بنحكي سيبك خلص بلاش نحكي ناقص سين، اصلا عيب لانه مقدار متناهي في الصغر. برضو لو كمان قلت لك اجمع عليه 1، هاي مقدار معلوم كبير مع شيء متناهي في الصغر، برضو زي كأني بقول انا صار تركيزها او كميتها 3 بالعشرة مش سين. فلذلك انا اختلفت عندي المعادلات حاليا، انا صار عندي هاي سين بس مش مع سين تربيع، مع مقدار معلوم حاليا. فلذلك لا يصلح اني احكي سين تربيع حاليا، بدها تختلف عندي كل المعطيات. ونلاحظ كيف بدها تصير القصة. هسه هون كان الكي بي هاي لا خلاف عليها واحنا بنعرفها، كانت في زمناتها سين في سين اللي هي هاي مع هاي على التركيز اللي هون اللي قلنا هو 2 بالعشرة، ونقص منه سين. قلنا يا رجل شو تنقص منه سين؟ انسى ليها، سين متناهي في الصغر ما بنحكى فيها، بضل بنا نعرف شو تركيز سين سين. حاليا عندي هاي الاو اتش ظلت سين، بس اختلفت الـ N2H5. ليش؟ لأنه إحنا عملنا لها مدخلة ذات قيمة 3 بالعشرة، فلذلك هاي بده يصير شكلها 3 بالعشرة ضرب سين. حاليا عندي معادلة خطية متغير 1، اختلفت الأمور إلى حد ما. كيف دحلها؟ بحلها حل رياضيات عادي. بإمكانك تحكي إنه هاي الفاصلة بتروح مع هاي الفاصلة، صارت عندي زي كأنه 3 على 2، إذا ضربنا هاي باثنين بتصفي هاي 26، بتقسمها على 3 ضرب 10 أس ناقص 6 تساوي سين. لاحظ عندي المسألة حاليا اختلفت، ايش تساوي؟ سين اللي هي تركيز سين اللي كانت تساوي تركيز الاو اتش، الاو اتش ماينس بدها تساوي 8 بالتقريب 7 بالعشرة ضرب 10 ناقص 6. ولاحظ حاليا انا بحكي اختلفت المعادلة تماما. هسا هاي بدي ادخلها بالكي دبليو، الكي دبليو كانت 1 ضرب 10 ناقص 14، بدي اقسمها على المعلوم يعني 7 و8 بالعشرة ضرب 10 ناقص 6، كان هاي تركيز الهيدرونيوم اللي انا بدي اياه حاليا. هاي ايش تساوي؟ هاي تساوي عملية رياضيات ضرب 10 ناقص 8
لاحظ قديش المقادير تختلف. العدد مع العدد يساوي 1.15 تقريبا. هذا الهيدرونيوم. حاليا الـ pH تبعنا بالوضع الطبيعي حكينا الـ pH تساوي ناقص اللوغاريتم. اللوغاريتم بدنا نعوض هاي اللي هي 1.15 × 10⁻⁸ بعمليات الرياضيات هاي معناها جمعها بدها تيجي هون بدها تصير ناقص. الناقص اللي برا يعني زي كأنها صارت موجب ناقص أصلا وهي ناقص بدها تصير موجب وهي مباشرة راح تصفي ناقص. إذا ناقص 8 زائد لوغاريتم الواحد 1.15 كانت بتساوي 0.60 ناقص. اجمعهم حتساوي الـ pH بعد ما تجمعهم مع بعض مع إشارة الكبير 7.94. لاحظ تأثير إضافة مقدار معين على التركيز. صار عندي الـ pH هذا المقدار، كانت بدون الإضافة كانت هذا. هل هذا الكلام مقبول؟ المحلول حاله كان عبارة عن محلول قاعدة وكان 10 كمية لطيفة جدا وإحنا مرتاحين وأمورنا ممتازة. لما ضفنا الأيون المشترك اللي هو N2H5 على هذا المحلول، استبدلنا قيمة السين المجهولة بالقيمة المعلومة، أدى إلى أنه إحنا قلنا هذا محلول بأثر حمضي ولا قاعدي؟ قلنا قاعدي ضعيف وحمض قوي، إذن هذا محلول بأثر حمضي. لذلك أنا ضفت هون حمض على قاعدة، ما راح تظل القاعدة ماخذ راحتها وتظلها 10.7. في وجود الحمض راح يعادل قد ما بيقدر ويرفع القاعدية أو يرفع الحمضية قد ما بيقدر لغاية ما إنه يوصلها على مقياس الـ pH 7.94. هل صارت القاعدة عبارة عن حمض؟ لا، هي ظلت تراوح في القاعدية بس، ولكن بدل ما كانت قاعدية قوية جداً وصلها إلى حدود قريبة التعادل أو قاعدية ضعيفة على مقياس الـ pH.